طيب بعد كده ندخل على مجموعة، احنا كده خلصنا اول قسم من النيرفس الموجودة في النكريجون. القسم الثاني اسمه السيرفيكال بليكسس. التوبكس او الايتمز اللي انا هتكلم عليها هي كيف تتكون الفورميشن، مكانها، الريليشنز بتاعتها، والبرانشز اللي خارجة منها. السيرفيكال بليكسس هتتكون من الفنترال ريماي اوف سيرفيكال سباينال سيجمنتس، ارقام 1 و2 و3 و4. امال الباقي راح فين؟ لو نتذكر مع بعض كان اللور فور سيرفيكال نيرفز اشتركوا في تكوين البريكال بريكال بليكسس اوف ذا ابر ليمب، اما الابر فور سيرفيكال نيرفز فكان الفنترال ريماي بتاعتهم كل ريمس بتتفرع لفرعين اثنين، ابر ولور ديفيجن يتحدوا مع بعض ويعملوا هذا الكلاسيك شيبد باترن المميز للسيرفيكال بليكسس. اذا السيرفيكال بليكسس بتتكون من البرايمري فنترال ريماي اوف ابر فور سيرفيكال نيرفز. طيب اين توجد؟ توجد على عضلة السكالينس ميدياس، احدى عضلات السكالين مصل، بالاشتراك مع جزء اخر هي عضلة الليفيتوريس كابل. اذا هو الموقع بتاعها، موقع السيرفيكال بليكسس لايز اوفر مين اللي على السكالينس ميدياس، وجزء صغير منها يقع على الليفيتور اسكابيلي مصل. يبقى اذا الحاجات دي هتمثل الديب ريليشنز او البوستيرور ريليشنز للسيرفيكال بليكسس. طب مين اللي مغطيها من قدام؟ بيغطيها من قدام ماشي عليها الانترنال جاجلر فين. اذا هذه السيرفيكال بليكسس تقع ديب للكاروتيد شيس. مين كمان معدي من عليها؟ معدي من عليها الاسترنوماستويد. يبقى الاسترنوماستويد والانترنال جاجلر مغطينها من قدام، اما هي راقده من ورا على حاجتين اثنين، على عضلتين اللي هم الاسكالينس ميدياس والليفيتور اسكابلي. الديستريبيوشن البرانشز اوف ذا سيرفيكال بليكسس انا هقسمها لثلاث اقسام. قسم منها كان كيوتينيوس رايح للسكن، وقسم اخر كان كوميونيكيتنج مع اذر نيرفس، والقسم الثالث كانت ماسكولار برانشز. الكيوتينيوس برانشز اللي خرجت منها هي الكيوتينيوس برانشز اللي كانت موجوده في النك، اللي نفتكر مع بعضنا الجريت اوريكولار اللي صار اوكسيبتال ترانسفيرس سيرفيكال والسوبرا كلافيكولار. اما الكوميونيكيتنج برانشز فكانت عامله لي كوميونيكيشن مع السوبيريور سيرفيكال سمباثيك جانجليون بالشكل اللي احنا هنتعرض ليه بعد شويه صغيرين. اما الماسكولار برانشز هتديني للسراوندنج ماسلز. اشهر سراوندنج ماسلز الاسكالين ماسل، الاسكالينس انتيريور والاسكالينس ميدياس والاسكالينس بوستيريور والاسكالينس انتيريور وميدياس وبوستيريور ومينيموس. دول الثلاثه اسكالين ماسل هتدي ايضا برانشز هتروح تغذي السراوندنج ماسل. زي مين؟ من سي 2 و3 هتدي للاسترنوماستويد ماسل، من سي 3 و4 اساسا وجزء كمان من 5 هيشتركوا في تكوين الفرينك نيرف، اشهر واخطر نيرف في جسم الانسان، بالاضافه الى بعض من البري فيرتبرال ماسلز ايضا هتشارك السيرفيكال بليكسس بتغذيتها بالموتور انرفيشن. طيب ندخل بعد ذلك على الفرينك نيرف، اشهر نيرف خارج من السيرفيكال بليكسس. هنتعرض له كاي نيرف في جسم الانسان، البيجنينج اللي هو هنسميه الاوريجين بتاعه، الاصل والمكان الخروج، ثم النقطه الثانيه الكورس وريليشنز، النقطه الثالثه الديستريبيوشن اند اند ديستريبيوشن. ادي الفيرتبرال كولوم في منطقه السيرفيكال ريجن من سي 1 لسي 7، وادي ثوراسيك 1 عامل ارتكوليشن مع المانوبرا مسترناي بالفيرست ريب. العضله دي كان اسمها سكالينس انتيريور ماسل بالاربعه سليبس المشهوره، والانسرشن بتاعها في السكالين تيوبركل اللي كان موجود على الميدل اوف ذا ميديال بوردر اوف فيرست ريب. العضله دي اسمها لونجاس كولاي ماسل، احدى عضلات البري فيرتبرال ماسل. ده الارش اوف اورطا كان خارج منه التو سب كليفيان ارترز، والتو سب كليفيان ارترز الفيرست بارت، طبعا كل سب كليفيان ارتري كان مكون من ثلاثه بارت زي ما احنا عارفين. من الفيرست بارت كان هذا الشريان المهم اللي اسمه سايرو سيرفيكال ترانك، اللي بيطلع علينا برانشين اثنين اللي هم الترانسفير سيرفيكال والسوبرا اسكابيلر. ده كان الانترنال جاجولار فين، والسب كليفيان بيعمل السوبيريور فينا كيفا. ده السمباثيك ترانك اللي كانت موجوده ماشيه في الفيرتبرال ترانجل، دي كانت الكونتنتس اوف ذا فيرتبرال ترانجل، الارض اللي هتبقى عامله ريليشنز قويه مع الفرينك نيرف. الفرينك نيرف جاي منين؟ جاي من ورا الاسكالينس انتيريور، طالع بثلاثه روتس من اربعه، ثلاثه واربعه وخمسه، هيظهروا عند اللاترال بوردر اوف ذا اسكالينس انتيريور،
على الناحيتين الاثنين، ويعملوا كروسنج للسكالالس انتيريور فروم لاترال تو ميديال، وهيمشي ستريت كورس. على الرايت سايد هيمشي على الانتيريور سيرفيس اوف ذا سكالالس انتيريور، هيمشي بين ثم يغادرها بين الليفت، يمشي يعمل كروسنج ليه السكند بارت اوف سبكليفيان ارتري بس اللي هيفصله عنها السكالينس انتيريور ماسل، ثم يمشي الرايت فرينيك نيرف على الرايت سايد اوف ذا فينس شانل على الرايت سايد اوف ذا سوبيريور فينا كيفا النومينيت والسوبيريور فينا كيفا والرايت اتريوم والانفيريور فينا كيفا. بيقولوا ان النيرف ده بيحب هنا الفينس سايد ويخترق بعد كده الديافرام. ده على الرايت سايد. طير على الليفت سايد، الليفت سايد ايضا عمل كروسنج، عمل كروسنج للسكالينس انتيريور فروم لاترال تو ميديان، لكنه عمل بعد ما مشي رانينج اوفر ذا انتيريور سيرفيس اوف سكالينس انتيريور، بعد ما عدى على السكالينس انتيريور هيروح يعمل كروسنج للفيرست بارت اوف سبكليفيان ارتري. اذا الليفت فرينيك نيرف دخل السوركس، تأشيره دخوله هي انه يمر على الفيرست بارت اوف سبكليفيان، اما الرايت فرينيك نيرف كان تأشيره الدخول انه مر على السكند بارت اوف سبكليفيان، فصلوا عنها الاسكالينس انتيريور ماسل. توزيعة الفرينيك نيرف ده مش سنسوري نيرف بس، الفرينيك نيرف ده سنسوري وموتور، لكنه موتور اساسا، موتور لعضلة الديافرام اللي ان بيدي سنسوري برانشز للتلاتة بي اللي هي البريكارديوم والبلورا والبريتونيوم. طيب ده كان الفرينيك نيرف. ماذا بعد ذلك؟ النيرف الثالث اللي اسمه سيمباثيتك. السيمباثيتك ترانك او يقال عليها السيمباثيتك تشين دي عبارة عن تو نيرف كوردز، تو نيرف كوردز ماشية جاية من فوق من البرين ونازله من تحت at the sides of vertebral column ماشيه straight course على الفولوينج structures. ادي عندي دي الفيرتبرال كولوم من C1 ل C7 الثوراسيك 1، الفيرست ريب اللي ماسكه ترانسفيرس بروسيس اوف T1 بالمانوبريم استرناي. انا عندي العضله ديت اسمها لونجاس ماسل، الجزء العلوي كان اسمها لونجاس كابيتس والجزء السفلي اسمها لونجاس كولاي ماسل. التو سيمباثيتك ترانكس او التو سيمباثيتك تشينز اللي هم عباره عن تو نيرف كوردز قاعدين ان فرونت اوف ذا لونجاس ماسل، في الجزء العلوي منها كان فوق اللونجاس كابيتس والجزء السفلي كان فوق تحت ماشي كرانينج اوفر ذا لونجاس كولاي ماسل. هذا التو نيرف كوردز اللي هم سيمباثيتك ترانك او سيمباثيتك تشين في اثناء المسار بتاعهم بيكونوا 3 انلارجمنتس along الكورس بتاعهم، كل انلارجمنت بيسموه جانجليون، فانا عندي 3 سيرفيكال سيمباثيتك جانجليون. سيمباثيتك ترانك في منطقه النك بيسموها سيمباثيتك او سيرفيكال سيمباثيتك ترانك. السيرفيكال او سيمباثيتك سيرفيكال ترانك فيها 3 جانجليا، واحده سوبيريور واحده ميدل واحده انفير. من خلال هذا الدياجرام يتضح شكل السوبيريور سيرفيكال سيمباثيتك جانجليون كان فيوزي فورم ان شيب، قاعده فين؟ قاعده على اللونجس كولاي امام السكند والثيرد سيرفيكال فيرتبري، وهي اكبر واحده وطولها يبلغ حوالي 1 انش يعني حوالي 2 سنتي ونص. اما الميدل سيرفيكال سيمباثيتك جانجليون فكانت قاعده مناظره للترانسفيرس بروسيس اوف ذا 6 سيرفيكال فيرتبرا، ودي كانت راوندد ودي الصغيره. اما الثالثه فهي الانفيريور سيرفيكال سيمباثيتك جانجليون اللي بيسموها ستيلد جانجليون، دي بتتحد مع الفيرست توراسيك سيمباثيتك جانجليون وبيعملوا جانجليون مشترك بيسموه سيرفايكو ثوراسيك جانجليون، جانجليون مشتركه بين انفيريور سيرفيكال سيمباثيتك والفيرست ثوراسيك سيمباثيتك جانجليون. هنا النيرف بتاعنا او اللي هو السيمباثيتك ترانك بيعمل كروسنج للنيك اوف ذا فيرست ريب ويدخل بعد كده على الثوراكس. من كل جانجليا من كل جانجليون من الثلاثه جانجليا بتخرج ديفرنت برانشز تغذي المنطقه المحيطه بها على الشكل او النمط التالي. من السوبيريور سيرفيكال سيمباثيتك جانجليون هيخرج 6 نيرفز كوميونيكيتنج برانشز مع اخر 4 كرينيال وكوميونيكيتنج برانشز مع اول 4 سيرفيكال، و
وفي عندي بعد كده internal و external carotid nerves، وفي pharyngeal laryngeal branches و cardiac branch. اما من الميدل سيرفايكال سمباثيتك جانجليون فكان في كوميونيكيشن مع 5 و6 سيرفايكال، وكان في برانشز تمشي حوالين اقرب ارتري، واقرب ارتري كان الانفيريور سيلود ارتري، ثم في كاردياك برانش ونيرف تاني اسمه انسا سبكليفيا، هو برانش هيطلع من الميدل يروح يتحد مع الانفيريور سيرفايكال سمباثيتك جانجليون. البرانشز اوف ذا انفيريور سيرفايكال سمباثيتك جانجليون كان في عندي كوميونيكيتنج برانشز مع 7 و8 سيرفايكال، وتدينا برانشز تمشي اراوند اقرب ارتريز اللي هم السبكليفيان والفيرتبرال ارتريز واخيرا الكاردياك برانش. هذا النمط الكلامي هنتكلم عليه في الدياجرام الاتيه. احنا دلوقتي نقول برانشز اوف سوبيريور، برانشز اوف ميدل، برانشز اوف انفيريور سيرفايكال سمباثيتك جانجليا. احنا هنرسم الثلاثه جانجليا بهذا الشكل ونرسم خطين يفصلهم عن بعض، وتعالوا نشوف البرانشز اللي خارجه من كل واحده فيهم اللي احنا حكينا عليها من شويه. برانشز اوف ذا سوبيريور سيرفيكال سمباثيتك جانجليون، اول واحد كان كاردياك برانش. كاردياك برانش يروح يشارك في تكوين البلكسس اللي هتغذي العرض، بيشارك في تكوين الكاردياك بلكسس، اسمه كاردياك برانش. البرانش الثاني هو مش واحد، هو مجموعه اسمها فارنجيو لارنجيال او لارنجيو فارنجيال برانشز، تشارك في تكوين البلكسس اللي حوالين الاسوفيجاس واللارينكس، اللي حوالين الفارينكس واللارينكس. النيرفس الثالثه رقم 3 هي فاسكولار برانشز تروح للانترنال كاروتيد والاكسترنال كاروتيد، يسموه انترنال كاروتيد نيرف واكسترنال كاروتيد نيرف، يعملوا بلكسس يمشوا حوالين الارتريز اللي تحمل اسمائهم. طيب كوميونيكيتنج برانشز مع لاست فور كرينيال نيرفز اللي هم من 9 ل 12، وانذر كوميونيكيتنج برانشز مع الابر فور سيرفيكال نيرفز اللي هم بيشكلهم السيرفيكال بلكسس. ده كانت دايجرام للبرانشز اللي خارجه من السوبيريور سيرفيكال سمباثيتك جانجليون. ماذا عن الميدل سيرفيكال سمباثيتك جانجليون؟ انا عندي اول واحد كاردياك برانش تو ذا هارت، في فاسكولار برانش رايح لاقرب بيزل اللي هو الانفيريور ثايرويد ارتري، ثم في بعد ذلك نيرف اسمه انسا سبكليفيا، ودي دي تاني انسا في الجسم. الانسا الاولانيه اللي احنا خدناها من فتره اللي هي الانسا سيرفايكاليز، اما الانسا سبكليفيا فده سمباثيتك نيرف. سمباثيتك نيرف جاي من الميدل سيرفيكال سمباثيتك جانجليون رايح للانفيريو سيرفيكال سمباثيتك جانجليون، بس بيمر يعمل لوب حوالين السبكليفيان ارتري، من هنا النيرف لوب ده بيسموه انسا سبكليفيا. النيرف التالت كان كوميونيكيتنج برانشز رايحه عامله كوميونيكيشن مع C5 و C6، اما البرانشز اللي خارجه من الانفيريو سيرفيكال سمباثيتك جانجليون فكان كاردياك برانش تو ذا هارت، كان في عندي كمان فاسكولار برانش الاقرب ارتريز اللي هم السبكليفيان ارتري، والبرانش اللي خارج بالفيرست بارت بتاعه اللي هو الفيرتبرال ارتري، واخيرا كوميونيكيتنج برانشز مع 7 و8 سيرفيكال نيرفز. دي كانت البرانشز اوف ذا سمباثيتك جانجليا اللي خارجه من السمباثيتك ترانك.